لما جيت لقيت انه جيت هنا قلت له لاخوه قلت له يا اخي الشيء ده حصل كيف؟ هو قال لي يا اخي من احمد انا شلت جرانيت ماشي للبيت جرجع استني شال جرانيت ثاني رجع به اللي من الحفله يو انا قال ما مشينا لكن لما قعدنا هنا لما شغل ضرب احنا قلنا جرينا مشينا لقيناه انا رفعت احمد واخوه راقي جنبه رفع اخوه لما شاف احمد رفعه يده من هنا مقطوع من هنا وبعد ما خلاص يده الشمال يعني يده الشمال اليمين انا ما اعرفه لكن قال يده مقطوع وبعد ذاك قام شال بعد ما يعرف هو مات شال اخوه طوال جرى شاله ده احمد لا 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 اخو النذير احمد ما يتوفى وعباس ده منو؟ عباس ما ولدي انا المضروب هسه حاليا لسه في المستشفى ده عباس ده مضروب والمتوفي هو احمد اللي كان شايل جرنيت هاي المصاب عباس المصاب عباس طبعا واحمد هو اللي كان شايل جرنيت شايل جرنيت والنذير هي كان شال منه قال لا 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 الجرنيت ما اصلا ما تخش في حفله هنا الجرنيت ده خدته بعيد وبعدين لما الحفله يفرنا لما تيجي تشيله شيله امشي بالبيت ابا جاء شال الجرانيت رجع فات العدد ده حصل في الحفله يعني الزول ده هو مختل ولا عنده حالات بيجو ولا لا 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 زول سليم زول سليم هاي وما هو زول عسكري هو طبعا زول عسكري هاي تابع لاي قوات مثلا لا عندها ناس قوات العمليات في صوبة قوات العمليات دينا في الجهاز نعم ناس الجهاز يعني اوكي شكرا جزيلا لك على الافاده بارك الله فيك شاكرين ومقدرين ونتمنى الرحمه